الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ نور الشريف؟ أيوة. طبعا حضرتك احتمال أسماء تشابه، أنا حصلت رقمك من أحد الأخوة. حضرتك الممثل نور الشريف؟ أيوة. حياك الله، كيف أحوالك؟ الحمد لله. الحمد لله، الله يسلمك إن شاء الله. الأستاذ نور الشريف، سمعنا أنك طبعا مسلسل أو ما أعرف فيلم عن الحسين ابن علي. دي مسرحية أنا نفسي أعملها، نعم لأن هو المسلسل اتعمل العام الماضي، نعم لكن دي مسرحية كتبها الشاعر المصري الكبير الله يرحمه عبد الرحمن الشرقاوي، نعم وكان الأستاذ كرم مطاوع أخرجها للقومي، وللأسف الأزهر منع عرضها. نعم. طيب شيخنا او حضرتكم، انت ممثل، يعني الشيخ مفتي الشيخ الازهر هو اللي منع المسلسل، لماذا؟ يعني شنو السبب؟ لا مش المسلسل، المسرحية، منع عرض المسرحية. طيب هو المسلسل انعمل بطولة منو المسلسل انعمل؟ لا ما اتعملش، المسلسل اللي اتعمل السنة اللي فاتت ده انتاج سوري اعتقد. نعم. طيب العام الماضي. طيب حضرتكم انت يعني دور الامام الحسين انت راح تمثله؟ ايوه. طيب يعني لماذا علماء الازهر منعوا المسلسل؟ شنو كان يعني شنو السبب اذا؟ لان لا احنا عندنا قانون يعني او تعليمات من الازهر، نعم، ان شخصيه الرسول عليه الصلاه والسلام والصحابه وآل البيت لا يظهرون. طيب. في اي عمل تجاري. نعم. طيب بس بالفتره الاخيره يعني مسلسل عمر ومسلسل الحسن والحسين ظهرت هاي الشخصيات. دول بره الازهر لان دي تم انتاجهم خارج مصر. نعم. طيب استاذ، انا اذا اكون وياك صريح ببعض الشيء استاذ نور الشريف، يعني انت حضرتك عندك مثل افلام سابقا وعندك مسلسلات، وقد يكون تسييد دورك للحسين عليه السلام وظهور شخصية الحسين يعني انت تمثلها قد يكون يعني بها نوع من الحزازية او مثلا توهين لشخصية الحسين، يعني ما تشوف هذا الشيء لو عندك نظر وجهة نظر اخرى؟ بص انا مثلا ما اعرفش اذا كنت شفت لي عمر بن عبد العزيز ولا لا. انا شفت عمر بن عبد العزيز. ايوه. نعم. فبالتالي الجمهور النهارده غير زمان. لكن انا قلت لو همثل شخصية الحسين رضي الله عنه، نعم، مش همثل بعديها، يعني مش هعمل بعديها حاجة. طيب انا يعني طبعا هو الباب التوبة مفتوح ان شاء الله والله يتقبل من عندك، وطبعا الحسين عليه السلام مأساته مأساة نعم الحسين عليه السلام مأساته مأساة عظيمة على كل الأمة الإسلامية، لكن نعم. طيب اختيار، أنا الآن أقرأ في مواقع الإنترنت وأثير الضجة في الآونة الأخيرة بأن التي تمثل دور السيدة زينب عليه السلام تمثلها ليلى العلوي، يعني هاي حقيقة لو فين ثاني مسلسل هو نفس المسرحية لم يحدث؟ لا إطلاقا. طيب لا إطلاقا. هذه إشاعة؟ لا طبعا. نعم. اوعى تصدق الانترنت. نعم. ده يعني ناس فاضيه تعمل قصه ضجه بلا معنى. نعم. طيب انا ارد اسال للاسف الشديد، يعني احنا في زمن المجادله يعني. نعم. انت يعني انت رايك هل يعني يصح تمثيل دور السيده زينب عليه السلام هي بنت الامام علي جدها لرسول الله كانت مخدره لا يراها احد؟ لا ما يعني هسألك سؤال. نعم. ستنا عيشة. نعم. مش الرسول قال خذوا نصف دينكم عن هذه الحميرة؟ يعني قصدك عائشة كانت تلتقي بالرجال؟ قادت معركة الجمل. وهي هاي الكارثة، يعني هاي خالفة قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج. هي للأسف الشديد. نعم. لا أحد يقرأ دور المرأة في الإسلام. طيب أنا جميع الحروب الإسلامية وبالذات في فترة الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا هم في الخطوط الخلفية بيضمدوا جراح الجرحى. طيب هو ماكو إشكال، أتفق وياك، فاطمة الزهراء عليه السلام كانت في معركة الأحد لها دور، لكن عائشة أنت الآن تفتخر بعملها بأنها قالت معركة الجمل؟ أنا ما أفتخرش، هي أحد أسباب الفتنة. نعم أحسن.
طيب خذوا ثلثا دينكم من الحميرات، طبعا كانت تلتقى بالرجال، وعدنا في صحيح البخاري بأنها كان ما يدخل عليها الرجال إلا بعد ممارسة الضاع الكبير مع أحد أخواتها أو بنات أخواتها. أنا بس ما بعرفش أتكلم في التليفون كثير بصراحة. طيب أنا أعتذر من عندك وآسف، بس حبيت يعني نقطة، أنتم الآن يعني. أنا بحترمك جدا جدا وبشكرك على سؤالك. طيب. لكن ما ينفعش مناظرة في التليفون. لا ليست مناظرة، ليست مناظرة، وأنا أعتذر إذا أزعجتك طبعا. يعني أنا أما أنت قريت إن أنا نفسي أعمل سيدنا الحسين، ده يعني ميولي إيه؟ احسنت احسنت، انا طبعا اشجع بيك هذا الشيء بانه لازم الامه تلتفت الى الشخصيات العظيمه، الحسن، الحسين، فاطمه الزهراء. للاسف نعم للاسف نعم المؤسسات الدينيه بتوقع يعني بتعمل وقيعه بين المسلمين وبعض. احسنت، والله انا اتفق معك. يعني الاسلام دين واحد. احسنت. ومحاوله خلق مذاهب تخلق فرقه في الدين الاسلامي دي كلها تصدير دينا. احسنت. طيب استاذ نور الشريف، طبعا انا احييك واحيي سعه صدرك، لكن اسالك الان، يعني نسمع الان احنا في الكويت وفي العراق نسمع بان الحكومه المصريه تضيق على الشيعه، وحتى منعت بناء حسينيه في مصر، يعني الشيعه اعتبروا. انا ضد ده. نعم احسنت. انا ضد ان الدوله تمنع ده. احسنت، بارك الله فيك. لان في معلومه ما حدش فاهمها. نعم. ان الدوله الفاطميه. نعم. الازهر رمز الشيعه في مصر. احسنت، بارك الله بك. احسنت، بارك الله بك. طبعا احنا في العراق نعلم، او في الكويت نعلم بان ما زال حب اهل البيت عليهم السلام في قلوبكم، وما يخرج في قنوات. وده المشكل، يعني ده المشكل بين التيارات السياسيه الجديده. نعم. اللي بتحاول تكفر الشعب المصري. نعم. وتهدي بيوت الاولياء الله. نعم. وبيوت اهل البيت. نعم. واللي حرام. نعم. الشعب المصري مختلف، الشعب المصري ميوله فاطمية. نعم. احنا اتربينا على كده. نعم. طبعا استاذ نور. احنا نعشق اهل البيت. احسنت احسنت، انا اعرف ذلك، اعرف ذلك، كانوا مصريين عندنا في العراق وكنا نتعامل معاهم، وحتى بعضهم ما زال موجود في العراق وتزوج من. نعم، وتزوج في الكويت وفي العراق، وكان قمه حب اهل البيت عليهم السلام، يشاركون في مواكب الطبخ للحسين عليه السلام، في مواكب العزاء. فأنا طبعا أشكر لك طبعا حبك للحسين عليه السلام، وإن شاء الله الله يوفق. أحسن. الحسين وسيدنا علي رضي الله عنه. عليهم السلام ورضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا أستاذ نور الشريف، ما أريد أنا أعطلك، وحقيقة أنا طبعا معجب الآن بأفكارك اللي طرحتها، ولكن أسألك سؤال أخير وأختم. يعني نعم، الآن رأيك الواقع المصري بعد سيطرة السلفية، هل كان أفضل في أيام حسني مبارك أم اليوم أفضل؟ لا بص، نعم. مؤكد مؤكد إن نعم. مقدار الحرية النهاردة أفضل. نعم. يعني إزالة الخوف نعم. من السلطة. نعم. واخد بالك؟ نعم. لكن إلى الآن الوضع مش مستقر. نعم. إني أخطر شيء في الوجود إن يكون عندك حكومة تتكلم باسم ربنا والرسول. نعم، هذا شيء خطير. ده أخطر شيء. نعم، أنا أتفق. لأن أي حد يقول لا يبقى كافر. كافر وقد يقتل وقد يتنفذ بحكم شرعي. يعني زي محاولة الوقيعة في مصر وال يعني بين السنة والشيعة. أحسنت أحسنت، هذا اللي سمعنا عنه. يعني دي كارثة. طبعا أكيد. يعني لو قرينا المراجع. نعم. هنلاقي شيعة معاوية. نعم. وشيعة سيدنا علي. عليه السلام. فما حدش وقف ليه ان الشيعة سيدنا علي وهم شيعة. نعم. كلمة شيعة هي أتباع. أحسنت، هي كلمة أتباع. نعم، هي كلمة أتباع، يعني يتبعون على أمر ما. بالضبط، ولكن المنافسة الدينية للأسف الشديد بين أفراد هي اللي خلقت هذه المذاهب في الأديان. نعم. بما فيها الأديان الدين المسيحي. نعم. يعني ايه كاثوليكي وبروتستانتي وروم ارثوذكس و ماروني ايه ده؟ ايه ده؟ الدين واحد من عند ربنا سبحانه وتعالى. احسنت. طبعا طبعا رجال الدين بتخاف ان يكون في مواطن يعرف يتحكم. نعم. طبعا انا ما ادري حضرتكم تتفق وياي، انا عندي نظره للدين والحياه بانه الدين والعقيده شغله ذاتيه، كل انسان من حقه يعبر عن عقيدته
لكن التعايش السلمي، يعني احنا الان نفتقر للتعايش السلمي، تعايش سلميا مع جميع سواء كان مسيحي يهودي. انا اقول لك فكره ابسط ببساطه، ده بقناعتي انا الشخصيه. نعم نعم استاذ مرشد. مين حد يتدخل في المذهب اللي انا بنتمي له؟ نعم. ليه؟ لان ده حسب ايمان بربنا. نعم. انت مؤمن بربنا، سيبني يا اخي ربنا يحاسبني في الاخره. احسنت. مين الصح مين الخطا؟ احسنت، هو هذا الشيء صحيح. هو هذا التعايش السلمي للاسف الشديد لما تيجي تقول ده يبقى انت كافر. هي هاي المصيبه استاذ نور الشريف. طبعا انا اكد لك ان الشيعه، يعني انا كشيعه اتكلم معاك بان انا انظر الى المسيحي او الى اليهودي او الى المسلم، انظر لهم عندما اتعامل معهم نظره سواء لانهم بالتعايش السلمي، لكن كعقيده انا عندي عقيده انا مؤمن بها، اصرح بعقيدتي ما اخجل من عتي. الوحده الان يجب ان نفهمها، مو وحده ان نتنازل عن عقيدتي في سبيل اصير وحده اسلاميه او وحده انسانيه، لا، انا احتفظ بعقيدتي مع اتعايش سلميا مع جميع الناس واعاملهم سواسيه، يعني هاي الحقيقه يجب ان نفهمها. فانا ابارك، الله يبارك فيك استاذ نور الشريف، وانا ممنون من عندك ولسعه صدرك ولعقلك الكبير ان شاء الله، وحياك الله. يا رب يتعبنا بالصحه. ان شاء الله ان شاء الله، في امان الله استاذ، في امان الله. حياك الله، مع السلامه، الله يسلمك. هذا انسان شريف.